السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إشي أبوي، ندخل التمرين الثالث اللي هو هذا. هو التمرين الثالث في السيري أ، التمرين الثالث في السيري أ هو هذا. شوفي هو التمرين الثالث، يكري أن ألغوريزم كيلي دو زونشي بوزيتيف إي كالكيلي لوغ بي جي سي بي. غادي يكون بعض الأشخاص كيتسائلو هاد ألغوريزم غير مكتوب بهاد الطريقة هادي. الحقيقة في السيري ديالنا هادي العام اللي فات بالنسبة للأناليز النميري راه مكانش هنا أن ألغوريزم، لا كانت يكرير أن بروغرام أون لونغاج سي، يعني غادي تساوي بروغرام أون لونغاج سي ماشي بألغوريزم. مي دابا في النظام الجديد بديتي تقرا أناليز نميريك بالألغوريزم، لهذا أنا مسحت أنا البروغرام أون لونغاج سي وعوضت بالألغوريزم. صافي خلاص، هذا هو الاشكال اللي كاين. اولا نقراو التمرين، اكري ان الالغوريثم كيري دو زون سي بوزيتيف اي كالكيل لو بي جي سي دي. هاد التمرين هذا بالخلاصه، الخلاصه ديالو انك خاصك تكتب بي جي سي دي. بي جي سي دي كلشي كيعرفو، جو بونس لو بلو غون كومان ديفيزور، كومان ديفيزور واحد فيهم هذا هو ديالو. المهم غادي نصاوبو بي جي سي دي باش لو بروغرام، غادي تحاسبو بيه، غادي تسايب بروغرام انك تسايب بي جي سي. صافي كوم سا، سايبو بروغرام ان شاء الله. ارور بروغرام صلاص تنهنو اس بي اف مي.